محمد عرفه الجميع بصوته الإعلامي الجهور وبكلماته الشعرية المرهفة وأعمدته الأدبية الحساسة، والذي يعد من الرعيل الأول ورواد الإعلام اليمني، رجل التنوير وأحد عمالقة القصيدة اليمنية، يودع الساحة الفنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني. كان قامة سامقة وشامخة، وكان عطاؤه وسيظل عطاؤه منهلا للتعلم منه في كافة مجالات الإبداع، وبخاصة في الشعر وفي الإنتاج المسرحي وفي الريادة في العمل الدرامي في الإذاعة وفي التلفزيون. كان رحمه الله من كبار المناضلين والمدافعين عن الثورة اليمنية 26 من سبتمبر، من خلال الكلمة الصادقة والرأي الناقد ومن الأصوات المجلجلة عبر أثير إذاعة صنعاء. كان شاعرا مسرحيا بامتياز، وكان مناضلا ومجاهدا بالكلمة، واستطاع أن يقدم خدمة لوطنه، ولهذا فالخسارة برحيله فادحة وكبيرة رحمة الله عليه. تبوأ مرتبة عالية في ملحمة المجد الوطني، وسيظل عالقا في ذاكرة أبناء اليمن وأيضا في ذاكرة كل الشرفاء على مستوى هذا الوطن وعلى مستوى الوطن العربي، فهو أديب وشاعر كبير، وأيضا من الذين كان لهم الدور الكبير في هذه الثورة، الدور التنويري بالكلمة الفصحى وأيضا بالكلمة العامية، وكان واصلا إلى قلوب كل أبناء الوطن عبر مراحله المختلفة. فقيد الوطن وشاعره وأديبه شكل النواة الثقافية إبان ثورة سبتمبر من خلال قصائده المعبرة والحماسية التي زادت من حماس الثوار لاستكمال ثورتهم. قامت الأدب والشعر والفن والحياة، الأخ محمد الشرفي الزميل، وكان هو الصوت الأول شعرا يوم الثورة، وأنا كنت بعده الصوت الثاني في الإذاعة. رحل الشاعر محمد الشرفي، لكن ما خلفه من إرث حضاري وثقافي وإصدارات أدبية ستظل شاهدة على عظمة مثل هؤلاء الذين قدموا لأوطانهم الغالية والنفيس دون النظر إلى ما سيقدمه الوطن لهم، ليرحل بعد معاناة مع المرض وإهمال الحكومة في تقديم أدنى حقوقه. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.